لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. يدير الموضوع كان بيختار الصفقات ويعدل القيه ولا كان بيخلص في اخر الايام الاخيره هو يعني اسماء لعيبه النادي الاهلي كان كابتن سعيد عبد الحفيظ هو اللي بيختارها بلا شك اللي هو جيرالدو بلا شك ومحمد محمود بمناسبه جيرالدو هو اللي اصر عليه سعيد عبد الحفيظ رغم ان كان هناك تحفظ على ضم جيرالدو محمود يمكن بيوصل كمان الصفقات السابقه بتاع بدايه الموسم لا هو الحاليه جيرالدو كان عليه خلاف الصبح فيما يخص ان هو مش هيلعب مع الاهلي افريقيا صح كان متأيد في اول اغسطس ولعب كمان معاهم في البطوله التمهيدي وبالتالي مش هيقدر يلعب مع الاهلي كان عليه اعتراض كبير او انقسام كبير اللي حسب الموضوع سعيد عبد الحفيظ بالاصرار على ضمه سيد بيعتبر انه جيرالدو موهبه افريقيه هو شافه طبعا في الماتشين بتاع اول وقال ان هو هيفيد الاهلي بشكل غير طبيعي حتى لو ما كانش هيلعب في بطوله افريقيا بالنسبه لجيرالدو بالنسبه للمدرب سعيد عبد الحفيظ تواصل مع هيثم عرابي بتعليمات من الكابتن محمود الخطيب وتم تكليفه بالتواصل مع بعض شركات التسويق المدربين لترشيح بعض الاسماء وبالفعل ده اللي حصل هيثم عرابي تواصل مع الشركه الانجليزيه اللي هي مكلفه بتسويق المدرب لاتاردي وبالتالي حصل تواصل كبير جدا وبعت اكتر من سيفي من ضمنهم هذا المدرب الاهلي استقر على اختياره تم التنبيه على الشركه بشكل واضح جدا انه في حاله تسريب اي اخبار عن فعلا احنا ما كناش كلنا مش عارفين انا بقول لحضرتك معلومه ما حدش كان يعرف القصه ده كان يعني الاهلي كان بيرقصنا يقول لنا كارينيو كان شرط اسمه ايه التاني الراجل دياز ستيف بروس ولكن كان عمال يرقصنا النادي الاهلي وانا كنت حاسس ان ان في ترقيص ان في انا عارف ان الاهلي لما يكون بيخلص حاجه لا يمكن انت قلت حاجه مهمه كريم انت قلت ان الاهلي في مشاكل مع احترامي لكل السرد اللي قاله كل النادي فيه مشاكل بقول معلومات عايز اقول طبعا معلومات دقيقه جدا بتكلم في معلومات انا هتكلم في حته ثانيه بعد اذنك ما كانش ينفع يستمر هيثم عرابي او في مكانه بعد التراشق اللي حصل بينه وبين حسام غالي يعني لدرجه وصلت ان حسام غالي اتهمه بالتربح والسمسره في بعض العلاقه هل كان ينفع يستمر هيثم عرابي وهو متهم بالتربح هل كان ينفع حسام غالي يكمل وهو بهذه الجراه والاتهامات اللي بتوجه لحد اختاره مجلس اداره النادي الاهلي اعتقد كان من المهم جدا ان محمود الخطيب يصفي الكلام ده كله الكلام كله غريب مش غريب على الاهلي ده غريب يمكن على الوسط كله صحيح. احنا ما طلعناش شفنا حد بيتهم حد انه بيتربح من صفقات دي مشكله كبيره جدا فانا شايف انه قرار حكيم بس انا سمعت بس ان فضل وحسام غالي معاهم تسجيلات طبعا ما انا بقول لك حتى لو حتى انا احنا ما بحبش اقول الكلام ده لكن ما عندناش يقين يا انا عايز تقديمه كمان لمجلس اداره النادي الاهلي من قبل فضل وحسام غالي بيقال ان هو في ادانه لهيثم عرابي احنا لسه طبعا ما طلعناش على اي حاجه من دي ولا في تسريبات خرجت لنا في هذا الخصوص وبالتالي ما نقدرش نحكم لكن دي المعلومات فعلا متوفره يا كابتن كريم ده لو حقيقه انا اعتقد ان هم كده خلصوا عليا كريم يعني هيثم عرابي اعتقد لو الكلام ده مظبوط مش هيكون له مكان تاني جوه النادي الاهلي وبرده الاسلوب والطريقه اللي اتعامل بيها محمد فضل وحسام غالي معاه برده بتقفل عيون الباب بشكل كبير لانه احنا ما تعودناش في الاهلي ان المشاكل بتطلع الى هذا الحد من الاعلام لا واسمع كمان انه يمكن اتعامل حتى بشكل يمكن غير مقبول مع محمود الخطيب رئيس النادي قالوا انه حسام غالي انه اقتحم الباب عليه وضربه برجله وحاجات كده انا سمعت بس انا ما كنتش انا عرفت يعني ده مش الاهلي عرفت القصه ده انا بقول بس قطع بس على الاعلام كريم بتاع بس هو برضه مجلس اداره النادي الاهلي شايف ان يعني ما ينفعش حد يضغط علينا مهما كان هو مين انا عارف التفاصيل لكن برضه اسمعها منك انا عاوز اكملك حتى كمان في المدرب لانه معلومات ممكن تهم الجمهور انه بعد التجديد على الشركه انه عدم التسريب حتى كان في وسيط في الموضوع اللي هو كان شغال قبل كده في اداره التسويق في النادي الاهلي ورحل مع قدوم المجلس الحالي تم التنبيه عليه برضو انه لو في حاله عصام سراج لا نادر خليل نادر خليل في حاله تسريب اسم المدرب سيتم الغاء الاتفاق تماما وده اللي حصل بالظبط كان سري للغايه الموضوع عشان كده رقصك وراح لك لمدرب وانت لما حضر انا كنت ماشي ورا الكلام الاهلي بيقوله بس الغريب الغريب في الامر اللي استكمل المفاوضات بقى هو هو سعد عبد الحفيظ مش هيثم عرابي يعني مجرد قدوم الراجل القاهره هيثم عرابي سيد بقى مسك الملف حفيظ هو اللي تولى الملف وقدم له الشكر برضه في المؤتمر الصحفي امبارح وقال ان هو بذل جهد كويس هيثم عرابي فعلا عنده جهد اكيد له سلبيات لكن رحيله والاصرار على رحيله اكيد طيب. برضه الاستاذ صبحي بيقول في ادانه يعني انا بقول للاهلي ومجلس اداره الاهلي ما يزعلوش مني لكن موضوع النادي الاهلي كنادي كبير ما بيبقاش في حد تقيل في لجنه التعاقدات هو طبعا مشكله مهندس عادل طيب موجود بس كمستشار مش كراجل يعني تم اسناد حتى هو كمستشار بالظبط مدير التسويق ومدير التعاقدات للامير توفيق وخبره امير مع احترامي طبعا امير شخص محترم جدا لكن ونشيط جدا النادي الاهلي بحجمه
يعني لازم يكون في انا معاك في ده تماما صح. بس فيها معلومه برضو انه في اعتقادي انه عقد القيعه هيبقى مستشار للتعاقدات ويقوم بها يعني سيكون قائم عليها بشكل كبير جدا وخبراته عاليه جدا في المجال ده. يعني مثلا صفقه محمد محمود صفقه محمد محمود دي نادر شوقي وفضل وحسام غيري وزياره ماجد سامي الخطيب في المستشفى في المانيا. تمام. معايا خبر الصبح واستاذ محمود صحيفه الرياض السعوديه بتقول ان اداره نادي اهلي جده تعتزم احداث تغييرات كتيره وبتدرس بيع محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد ده في الفتره القادمه. خلي بالكم محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد خلي بالك الاثنين على وجه الخصوص من الناس اللي اسمائهم بتتردد في مهنه الزمالك. هم يعني ما هيروحوا الزمالك يعني عبد الشافي هيروح الزمالك يا الزمالك يا الزمالك لا. يعني طب اقول لك الزمالك يا بيراميدز اقول لك مثلا ممكن عبد الله السعيد لو مش زمالك لو مش زمالك يبقى بيراميدز لكن محمد عبد الشافي لا محاله. محمد عبد الشافي طب وجود عبد الله السعيد مع مجموعه اللعيبه الحاليين في الزمالك اللي هم في الحته دي يوسف اوباما ايمن حفني ومحمد ابراهيم ومصطفى فتحي لا اعتقد مش مشكله لا مش مشكله دي. انت شايف عبد الله من اللعيبه اللي لا هو يعمل انت شايف هو يعمل مشكله انه هيقعدوا مع الدكه لا لا ما المشكله ان هيقعدوا مع الدكه لا 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 هم يقعدوا دي بترجع لشخصيه المدرب يا محمود ترجع لشخصيه المدرب انت عندك لعيبه كبيره جدا طبعا قاعد على الكابتن كريم بيسال على فكره ان هو لو سمعنا هذا الموسم في لعيب زملكاوي طلع اعترض في حد طلع عمل مشكله في حد طلع هدد انه هيرحل في يناير في حد طلع انا عندي عرض وهمي زي العروض اللي كانت بتتم في مواسم سابقه في التزام كامل بكلام الراجل فاعتقد ان عبد الله السعيد لو جه الزمالك هيبقى اضافه للزمالك طبعا بلا شك بقى يبقى جوه الملعب بره الملعب مش هو بتاعت محمد عبد الشافي الزمالك بس عبد الله السعيد خلي بالك هتبقى صفقه معنويه كريم اكثر منها صفقه كوره يعني عبد الله السعيد في الزمالك مش هيبقى صفقه كوره على قد ما هيبقى صفقه معنويه اهلي وزمالك زي ما حصل التوقيع كان معنوي اكتر منه ده يفيد الزمالك يعني. ولا يضر بقى الزمالك والزمالك متصدر الدوري لا هو فنيا في كل الاحوال يفيد اي حد يفيد اي حد وغير فنيا هتعمل بعض المشاكل مع اللعيب الاخرين وكده والزحمه لا 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 مش هتعمل عبد الله السعيد لعيب على فكره هو لعيب مهذب بعيد عن الزمالك لا يا فندم هو كابتن كريم بيتكلم على فكره انه هيلعب اساسي وبالتالي دول لا مش دوره يعني. لا مساله اساسي انا لا اقدر احددها ولا هو ولا تقدر تكتبها في العقد ان انا اجي الزمالك على اساسي في الفرق اللي فيها نجوم كتير فمكان واحد بتعمل مشكله برضو انت برضو عندك سن كبير وفي الزمالك عنده قطع غير كتير عنده لعيبه تقدر مين ينكر براعه اوباما مثلا او كهربا يعني اللي مكهرب الدنيا في الزمالك عنده الناحيه الثانيه عنده عبد الله مصطفى فتحي عنده ناس كتير عبد الله بيلعب في العمق اللي هو مكان اوباما ومحمد ابراهيم مش ثابت المستوى انا اعتقد ان وجوده ممكن يزاحم محمد ابراهيم بشكل كبير أيوة. عبد الله اضافه فنيه مفيش شك للاهلي او للزمالك او لبيراميدز او لاي حد عبد الشافي هو اللي عمل الفراغ اللي موجود في ناحيه الباك ليفت مع احترامي برضه عبد الشافي لعيب كويس بس هيفضل الزمالك كبر يعني يمكن الحته اللي ما بيطلعش حد ولسه يعني في مشكله برضه في المكان ده زي المساكين برضه انت بتدور الموسم ده كريم انك تاخد بطوله او اثنين هي الازمه ان الزمالك يفنش الموسم ده كويس بشكل ايجابي بطوله الدوري لازم تكون موجوده في نادي الزمالك من وجهه نظر الناس اللي شغاله اللي جابت لعيبه بالملايين وبخرف فلكيه لازم الدوري يكون موجود فعشان يكون موجود انا محتاج السنه دي حد يقفل الثغره دي لحد ما اجهز بديل صغير او الموسم اللي جاي وعلى فكره ممكن البديل يكون موجود على عبد الله الشافي من قبل محمد عبد الشافي من مصر ولاعيب دولي مين مش هقول على اسمه شايف المدرب الجديد ده محمود فيه ريسك شويه يعني هو مدرب السي في بتاعه ضعيف جدا ما عندوش بطوله هو عنده بطولات مع ناسيونال الاورجواني وريال سوسيداد برضه عمل معاهم شغل كويس قوي بس ما عندوش طلع لويس سواريز وانطوان جريزمان الاهلي نادي بطوله بالمناسبه الصبح جوزي اللي حقق حاجات اعجازيه في مصر ما كانش عامل مش هيبقى قاعده مش هيبقى قاعده انه يجيب مدرب ما عندوش بطوله مارتن يول وزي ظروفه كانت مختلفه انا بخاف من المدربين اللي عارف يا محمود ايه اللي هم المدافعين هو مدافع طبعا لا ده انت مذاكره هو رقم خمسه بقى وكان لا هو مدافع فعلا كان مساك انا عارف انا عارف مساك زي رود كرول في الزمالك ما كان برضه مدافع يعتمد على الناحيه البدنيه اكتر كابتن كريم مارتن يول كان اكبر سفيري داخل مصر وما وفقش بشكل كبير وبالتالي انا بحكم على المدرب من الملعب النجيله دي هي بس ونتائجه لو لازارتي بالسين بقى لازارتي لا هي هو اسمه صحيح سالناه بقى لازارتي فقال لي مش لازارتي بس استغرب الزين قوي بصراحه لازارتي بالزين واصر على السين لازارتي طب كويس انت قلت لنا عشان ما نقولش لازارتي حتى اصر على السين في النادي لو قدر ان يرجع للاهلي شخصيته بفكره الاستحواذ على الكوره والضغط على الخصم المتواصل حسم المباراه بدري حتى لو انت كسبت في ماتشات ثانيه في الدقيقه 94 بس شخصيه الاهلي نفسه مش موجوده كابتن كريم بقى لها فتره
حتى لو فاز في امام النجوم او غيره في الماتشات الاخيره، لان شخصيه الاهلي مش موجوده بشكل كبير، وبالتالي لاثارتي يعني مطالب انه اعاده شخصيه الاهلي مبكرا، حصول على ثقه الجمهور، ده يخليه ربما يصنع تاريخ كبير في النادي الاهلي. طيب هنتقل من الاهلي للزمالك، وانا شايف الامور هاديه داخل نادي الزمالك، الدنيا ظريفه، الزمالك بيقدم عروض مميزه، متصدر الدوري، في اريحيه، مفيش ضغوط على كريستيان جروس غير طبعا موضوع البطوله العربيه. طبعا ما فيش شك ان الزمالك السنه دي مختلف عن زمالك السنه اللي فاتت. لو ترجع شويه كريم كده فلاش باك، كان مشكله الزمالك في اول 5-6 اسابيع دايما بيخسر 3-4 مباريات، فمن بدري قوي بيسلم الدرع للاهلي قبل حتى يمكن نهايه الدور الاول. النهارده في اختلاف، الاختلاف انعكس على فريق الكوره، مساله الصفقات بقى فيها هدوء وعقل. النهارده انت لحد النهارده ما تعرفش مين جاي الزمالك، وبعدين انا عرفت ان امير مرتضى ان الثلاثه بس، يعني اثنين ثلاثه هم اللي هيجوا، ان الزمالك محتاج عدد ثلاثة بس هيجوا، اثنين مفاجاه كبيره جدا على مستوى اذا كان فيهم لاعب مصري واثنين اجانب او العكس. لا انا واصلني ان هم لعيبه كبار جدا، بس مساله بقى اللي خدها من الاهلي زمان اللي هي الكتمان كده والسياج من السريه حوالين الصفقات، ده بيتم وبيعملوا ببراعه الحقيقه امير مرتضى منصور. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.